التوكل. إن توكل سبق تواغن. رجل من الناس يريد يحفظ القرآن. آه، أمبوك ده هم عطاء. ما بيع سيما ميمورايز لونتا. يقول أنا متوكل على الله، معتمد على الله، لا على غيره. هناك لون يا إنك تتوكل فالله سبحانه وتعالى. أين غمدوسي فالله سبحانه وتعالى. بوات مالين كان فالله راه. حتى نعرف أنه متوكل أو لا نسأله ثلاثة أسئلة. هسوبايا كينت النتو إن تويني نك تتوكل فالله سبحانه وتعالى أسبو النتو إن تو بعسبويني. هل أنت صادق أو لا؟ أن بعسبويني كبنال تودي بيبي سرامويا. يقول نعم أنا صادق في اعتمادي على الله لا على غيره. أنا هو نك بيبي سرالون نك بيبي سرالون ياسين بنال. الثاني هل أنت واثق في أن الله ميسر لك حفظ القرآن؟ نين بكروانيا إن كوانا غمدوسي إن الله سبحانه وتعالى بلو هايون كيمو إن بق ميموريز موسين قرآن؟ أو تشك أتواك نكدوار واكو؟ قال والله لا أشك أبدا. نين بان جواب يلونيا إن أخويني بيرون بق دوار واك. السؤال الثالث نين بان أسوبيكاتو هل أنت تأخذ بالأسباب المشروعة تحفظ في كل يوم؟ Unuk hina murai mga amo in mga sabab biyana si mag memorize ka adlaw adlaw yaon. Taqra fi kull yom atawa ka adlaw adlaw magbasa ka. Hal tadrus ala shaykh wa tahfaz ala alquran atawa nangaji ka hambok guro yaon supaya mapangaji mo memorize min quran. Aw anta tanam wa talab atawa ini ka yaon natuto pagos nagpapanayam sadya. Qal la ana fi kull yom ahfaz uraji wa ladayya shaykh ahfaz ala alquran. لو نيابوكون سيناكويني أدلو أدلو مغ ميمورايز سنبيل مغ قطاقو بهمبوك قرية ون مغ ميمورايز كانيا. إذن هذا معناه أن هذا الرجل متوكل على الله. نعم معنى نيين تأويا ون إنسيا أنك توكل في الله سبحانه وتعالى. توفرت هذه الأمور الثلاثة والله أعلم. يون ديمتون كانيا إن تو بقرجاء أنهي نانيا.